بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى دهر الدهور، أمين. سمعنا يا أحبائي في إنجيل هذا الصباح المبارك من الأحد الخامس من الخماسين المقدسة صلاة الرب يسوع وكلامه وحديثه مع الآب، ويقول له: أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما إننا نحن واحد. من أجمل كلمات السيد المسيح للآب في الإصحاح 17 من إنجيل معلمنا القديس يوحنا البشير. طلبات الرب يسوع من الآب السماوي من أجل أولاده، لأنه اهتمام ومحور اهتمام السيد المسيح هو أولاده. أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتهم أعطيتني. أي واحد يقدم هدية بيقدم الهدية يقول لك أقدم هدية قيمتي، وبرضو الهدية لما بيستقبلها الآخر برضو بيحددها من ناحية قيمته، هل هو كبير ولا صغير. سيد المسيح بيقدم لينا أغلى حاجة عنده، أعطيتهم المجد، وبيقدمها لمين؟ لينا إحنا التراب المصدرة، ولكن إحنا في عينين ربنا حاجة غالية قوي. لذتي في بني آدم، محبة ربنا للإنسان، أعطيتهم المجد. إيه المجد اللي أنت أعطيته لينا يا رب؟ يقول لك: أعطيت ليك مجد البنوة، أعطيت ليك مجد الميراث، أعطيت ليك ما لا يمكن أن يعطيه إنسان. يا أحبائي، لو أدركنا هذا المجد الذي قدمه لنا المسيح لتغير حالنا. إحنا حالنا ليه؟ لأن إحنا مش مدركين حجم هذه العطية العظيمة التي أعطاها لينا. اديتهم كل حاجة اللي انت اديتهاني من بدء الخليقة. ربنا بيكرم الإنسان من بدء الخليقة. جاب الحيوانات لآدم وقال له سميها. خلق الإنسان على صورة ومثاله، أعطاه الحرية أن يتجول في الجنة، أعطاه البنوة. صحيح البنوة في العهد القديم تختلف عن البنوة في العهد الجديد. في العهد القديم كان يقول لهم، يقولوا له: أنت مين؟ يقول لهم: أنا يهوى أبوكم. وهم يجوا يقولوا: أنت إحنا مين؟ يقول لهم: أنتم مين؟ يقولوا له: إحنا ولادك. يقول: ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. أما البنوة في العهد الجديد تختلف. لما جو تلاميذ بيكلموه بيقولوا له: عاوزين نتكلم معاك. قال لهم: لما تتكلموا معايا قولوا: أبانا الذي في السماوات. إيه الرفعة دي يا رب؟ أنت رفعت من قيمة الإنسان علشان يكون ابنك. فاكرين لما جي بيقول لمريم المجدلية: اذهبي وقولي لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل. يا رب إحنا إخوتك، إحنا إخوتك. آه، هذه العطية التي أعطاها لنا في القيامة، رفع من قيمة الإنسان إلى حدود عالية. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. الإنسان بيظن في كثير من الأحيان أنه بيقدم، ولكن لابد أنه يعرف الإنسان أنه إيه اللي ممكن يقدمه؟ ولا حاجة. ولكن قد يظن الإنسان أنه هو وبيقدم لربنا بيقدم. لا يا عزيزي، ده أدركها داود النبي ويقول له: من يدك الكل أعطيناك. ولما جي بطرس الرسول بيقول له: يا رب إحنا تركنا كل شيء وتبعناك. قال له: لا يا حبيبي، لا، تعالى، لا، من ترك أبا أو أخا أو أختا أو حقولا أو يأخذ 100 ضعف
يعني هتقدم جنيه هتاخد 100. لا ده مش كده بس، لا وملكوت السماوات دي اللي محدش يقدر يشتريها بالمال، انا اديتها لك بدون مقابل. ايه ده؟ اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. اديتك حاجات لا يمكن انك انت تشتريها بالمال. اوعى تظن انه ربنا ظلمك. واحد يقول مثلا انت يا رب اديت اخويا، اديت جاري، اديت فلان، اديت علان، اديت الناس اللي هم يعني مش بيعرفوك. لا، لما تقيس محبة ربنا ما تقيسهاش بالزبالة اللي موجودة في العالم، الحاجات الزائلة، الحاجات الزائلة ما تقيسهاش كده، تقيسها بالمجد اللي عطهولك، المجد اللي عطهولك. فاكرين في مثل الابن الضال لما جه الابن الكبير بيقول له ما ادتنيش جدي، الاب بيقول له ايه؟ يقول له يا ابني ده كل ما لي فهو لك، كل اللي معايا، كل اللي انا املكه هو ليك. كل اللي بيطلب جدي ساب البيت، ساب البيت. كل اللي بيطلب ميزات ماديه بيخرج من البيت. اوعى يا عزيزي تطلب ميزات ماديه، كل الماده دي زائله، ولكن المجد اللي عطاه لك ربنا يقول لك وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. قديس الشهيد استفانوس كشف لينا ده وهو بيترجم، عينيه اتفتحت على السماء وشاف ابن الانسان قائم عن يمين العظمه. طب يا قديس استفانوس لما تشوف الناس اللي بيضربوك، الناس المتحاملين عليك، الناس اللي بيحتقروك، الناس اللي بيشتموك، شايف كده الراجل ده اللي هو ماسك حجر كبير ده ومليان غل وعمان عاوز يرميه عليك بكل قوتك بكل قوته، يقول لك لا مش شايفه. طب ليه مش شايفه يا قديس استفانوس؟ يقول لك لان انا مشغول بالمجد، اسيب المجد ده علشان ابص على الناس اللي بيتعبوني، ولا الالام اللي بتتعبني، ولا الاضطهاد اللي بيجيني، ولا اللي بيحتقرني، ولا اللي بيكذب عليا، ولا ده كله ده لا يساوي شيء امام المجد، لان انا باصص على المجد، عيني مفتوحه ما بتبصش للتافهات. هو ايه اللي بيخلينا نتذمر يا عزيزي؟ اللي بيخلينا نتذمر لان احنا مش ماسكين في الوصيه، مش باصين للمجد الذي اعطي لنا. واحد يقول لك طب انا ادي ازاي وانا محتاج؟ ازاي احب واللي بحب اللي بيكرهوني؟ ازاي انا اشتم فابارك؟ اقول لك لانك انت مش شايف المجد، مش حاسس بيه. زي ما انا قلت في البدايه، لو ادركنا قيمه هذا المجد الذي اعطي لينا سوف نحتقر كل ده، نضعه تحت اقدامنا، لانه ده كله لا يساوي شيء امام المجد اللي اعطاه لنا الرب. عطايا الله عظيمه، عطايا ربنا ما اعظمها. اوعى يا عزيزي تبدد هذه العطيه، عطيت ربنا عظيمة، أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. فاكرين عيسو؟ عيسو ده اللي باع البكورية مقابل إيه؟ مقابل طبق عدس. إيه يا عيسو؟ يا عيسو ده بركة، يا عيسو ده مجد، إنك أنت تنسب لأبوك إبراهيم وأبوك إسحاق. يعني المفروض كان نقول إبراهيم وإسحاق وعيسو، ولكن انت لما استهنت بالبركة خرج اسمك ووضع مكانه يعقوب الذي سعى لهذه البركة، وان كانت ولكنه سعى للبركة. البركة ايضا يهوذا، يهوذا ده اللي سمع الكلمتين دول من المسيح نفسه،
وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. سمع الكلام ده يهوذا، ولكن باع المسيح بـ30 من الفضة علشان شوية فلوس. باع المجد، باع البركة من أجل عطايا مادية ومن أجل شهوات جسدية. وإحنا بنتكلم عن عيسو وبنتكلم عن يهوذا وبنقول فيه وفي الزمان عيسو ويهوذا موجودين يا أحبائي، علشان كده أخاف على نفسي وأخاف عليك لحسن يكون عيسو ويهوذا موجودين جوانا، محبتنا لشهوات أجسادنا وشهوات مقتنياتنا ممكن تخلينا نبيع المجد، تطلعنا للقنية، تطلعنا لأموال العالم الزائل تخلينا نبيع المجد. أوعى يا عزيزي تبيع المجد اللي أعطاه ليك المسيح بـ30 من الفضة أو بأكلة عدس متنوعة. ممكن واحد يبيع المسيح، يخسر المسيح من أجل منصب، من أجل شهوة مكسب، من أجل كبرياء، من أجل ذات، من أجل من أجل من أجل، ممكن جدا يخسر المسيح من أجل أمور زائلة. امسك يا عزيزي في المسيح، اترك كل هذه الأمور الزائلة، لأن كل ما نتأمل في هذا المجد الذي أعطاه لنا نستدفه الحياة. الحياة تصبح كوم زبالة، بالضبط زي ما قال كده قديس بولس الرسول: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها مش زبالة، نفاية. الزبالة يمكن في حد ينجي فيها يطلع منها حاجة، لكن النفاية دي اللي ملهاش أي قيمة. باعوا أنفسهم للشيطان بلا مقابل. أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. اديتني إيه يا رب؟ يقول لك اديتك البنوة، اديتك الميراث، اديتك ما لا يستطيع أحد أن يعطيه ليك. طب أعمل إيه يا رب؟ يقول لك أنا اديتك مصاريني، اديتك 5 وزنات. واحد أخذ 5 وزنات وتعب وشجي وعرق وسهر الليل والنهار في إن هو يتعب ويصلي بإجبيته وإنجيله ويبحث ويدور على المسكين ويدور على الفقير ويخدم ويساعد ويشجع. تعب 5 وزنات، جي قال له أنا ربحت 5 وزنات، قال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير. وأيضا اللي اداله 2 وزنتين على حسب إمكانياته، تعب وشجي ودور ودور إن هو يسعى لمجد ربنا ويسعى لكسب النفوس وإن هو يدور على المحتاج والمسكين والمعوز، سهران ليل نهار وهو حاطط على قلب المسؤولية. ربح 2 وزنتين، قال له أيضا نعما أيها العبد الصالح والأمين. لكن اللي أخذ الوزنة دي وطمرها وما خدش باله للمجد الذي أعطي، المجد اللي عطاه له ربنا طمره، ما اشتغلش بيه، اشتغل لحساب نفسه، أقام من نفسه إله يعبده، أقام من نفسه إن هو يسعى لإرضاء الذات، لإرضاء الجسد، لإرضاء شهوات الجسد. إيه ده؟ مسكين هذا الإنسان. قال له اطرحوه في الظلمة الخارجية. اتمتع يا عزيزي بالمجد الذي أعطاه ليك الرب. يقول لك وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. المسيح يا عزيزي رفعنا، ارفع راسك وخليك فرحان، اتكبر على الخطية، اتحرر. مين اللي حررنا؟ تطلعنا لقيمة هذا المجد،
كل ما المجد يتعاظم قدام عيني، كل ما احتقر الخطية واتحرر. ايه اللي حررك يا عزيزي؟ انه كل ما تمسك في المسيح، كل ما تريد ان تتمتع بهذا المجد الذي اعطاه ليك، انت اخذت ايه؟ اخذت جسد المسيح ودمه، ايه عاوز تاني؟ ايه عاوز تاني؟ المسيح اعطاك ليس شيء مادي، ولكن اعطاك نفسه. من ياكلني يحيى بي، اللي ياخدني يثبت فيا وانا فيه. ايه المجد ده يا عزيزي؟ تطلع لهذا المجد من اجل انه نرتفع، من اجل انه احنا نقيم انفسنا. المجد الذي اعطي لينا من الدهولك المسيح، يخاطب الاب ويقول له وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. في كان مره جات كده على الفيس واحده كان عندها كانسر بعيد عنكم، وماسكه شنطه فلوس مليانه وراح المستشفى، فلما كشفوا عليها قالوا لها انت في المرحله النهائيه وما فيش حاجه بين ايدينا. مسكت الشنطه ورمتها. الفلوس ملهاش قيمه. طبعا طبعا طبعا. ايه هو اللي ليه قيمه في الدنيا يا عزيزي؟ ايه هو؟ انظر يا عزيزي للمجد. المجد ده هو اللي شافه استفانوس علشان استدفه كل ألم، حط كل المتاعب دي تحت رجليه، سواء متاعب جسدية، سواء متاعب اجتماعية، متاعب علمية، متاعب مادية. كل المتاعب دي حطها ورا ظهرك، لأنه المجد اللي عطهولك المسيح لا يقدر بقيمة مال. قولي لإخواتي، رفعنا من التراب، رفعنا من المزبلة، لكي ما نكون ملوك وكهنة. أنت ابن ملك، ابن الملك دايما شبعان، ما يدورش في الزبالة، ولكن الغلبان اللي هو جعان ده، اللي هو يدور كل حاجة رديئة هي حلوة في بقه، ولكن الشبعان، النفس الشبعانة تدوس العسل. أرى يا أحبائي أن كلكم الموجودين في الكنيسة تتمنون وتتأملون في هذا المجد. كلكم جايين وتركين كل شيء وراكم علشان تتمتعوا بالمسيح اللي هتاخدوه من على المذبح. كلكم كده، إن كنتوا كلكم مستدفهين العالم والأشواق ومتاعب الدنيا، ولكن فرحانين باللي ادهلنا المسيح. وإحنا في هذا اليوم يا أحبائي اللي فيه بنذكر 40 للمتنيح البار أبونا سربامون، وجدنا في هذه الشهوة، الشهوة لهذا المجد، علشان كده ترك الملذات وترك كل شيء وترك المتاعب، ترك كل شيء وهو متعلق بهذا المجد. علشان كده هو وصل إلى بر السلامة، علشان هو كده وصل إلى ميناء السلامة بسلام. نتمنى يا أحبائي أنه كلنا ننظر إلى هذا المجد، لأن المجد ده زي ما أنا قلت حررنا، يخليني أنه أترك الخطية الرابضة في داخل القلب. المجد ده يخليني أستدفه كل شهوة جسدية، كل نظرة سيئة، كل كلمة وحشة، كل إدانة، كل جعدة ما لا تمجد الله تخليني أستدفها، لأنه أنا متعلق بهذا المجد. حينما نذكر في هذا اليوم ذكرى 40 لهذا البار، وأيضا ذكرى 40 لزوجته المباركة تصوني فيبي، حينما نودع هذا البار يا أحبائي، فإننا نودع جزء من أنفسنا، لأنه أبونا سربامون صديق منذ الطفولة. أبونا سربامون
دخل في الخدمة وكنت معاه وأنا أستصغر نفسي أمامه وأمام الإمكانيات والقلب الكبير الذي يتمتع به. دخل في الخدمة وفي بداية المرحلة الثانوية مرتبط بالكنيسة ارتباط شديد. إذا تكلمنا عن هذه السيرة العطرة قد لا نفيه حقه، ولكن الله وحده الذي يعلم هذا الحق، حقه عند الله الذي يرعى القلوب ويعرف خفايا القلب ويجازي حسب أعماله الصالحة. خادم محب، خادم محب للكنيسة، عشان كده أحب الذين يحبونني قالت الحكمة. رأى ربنا إنه هذا الإنسان يحبه، علشان كده سمح لي أن يخدمه أمام المذبح المقدس. هذا الخادم الأمين اللي يتمتع بفضائل متنوعة. الكهنوت بالنسبة له ما كانش وظيفة ولا عمل، ولكن الكهنوت بالنسبة له يقول كده: وجدت من تحبه نفسي أمسكته ولم أرخيه. إذا كنا بالعاطفة البشرية ننظر إلى هذا البار الذي كنا نتكلم معه ونتحاجج معه ونأخذ من مشورته وإرشاده، مش موجود، بنعتبره بالعاطفة البشرية أنها خسارة. لكن يا أحبائي، بالإيمان نحن نثق أنه يصلي عنا ويشفع عنا ويطلب من أجلنا ويذكر أمام الرب كل المتاعب اللي هي شافها. تعب أكتر من 40 يوم، تعب، نال متاعب شديدة جدا، لعله سمع ما قاله أبونا إبراهيم عن لعازر: لعازر قد استوفى البلايا على الأرض، أما هو الآن فهو يتعزى. فعلا إنه يتعزى. نحن واثقين في عدالة الله أن هذا البار يتعزى لأنه تعب كثيرا. يقول لنا كده: الفاهمون يضيئون كالجلد في السماء، والذين ردوا كثيرون إلى البر كالكواكب إلى ظهر الدهور. الله لا ينسى المعلمين، لا ينسى المرشدين، لا ينسى الفاهمون اللي ردوا كثيرين. الله لا ينسى كل هؤلاء. ويقول لنا الكتاب: ذكر الصديق تدوم إلى الأبد. ينتقل الإنسان من هذا العالم ولكن ذكراه باقية. كل يوم بنسمع موقف من هذه السيرة العطرة، سيرة أبونا سربمون، أرشدني، توبني، اداني وعود، شجعني، طبطب علي، سأل علي إلى آخره. علشان كده اسمي لا يمحى من قلوب محبيه. في ناس كده يقول لك ينسى من القلب كالميت، ولكن هناك أناس لا يمكن أن ينسوا لأنهم كانوا سيرة عطرة، كانوا رائحة بخور. يقول الكتاب: ولما كملت أيامه مضى إلى بيته. قد نفتكر أنه مضى إلى بيته، البيت الأرضي. لا يا عزيزي، الخادم والإنسان المسيحي اللي بيكمل رسالته، كل واحد فينا له رسالة، كل واحد فينا له رسالة. الكاهن له رسالة، الشماس له رسالة، الخادم له رسالة، الخادمة لها رسالة، الإنسان المؤمن العادي له رسالة. فلما يرى الله أن هذه الرسالة قد كملت، يدعيه إلى بيته، بيته الأبدي الغير مصنوع
بيد إنسان. ربنا لا ينسى تعب المحبة، ربنا لا ينسى تعب المحبة، لا ينسى صلواته من أجل الشعب، لا ينسى ربنا إرشاداته للناس. مين دي اللي يحس بيها؟ ربنا بس. كام واحد توبه، كام واحد أرشده، كام واحد شجعه، التعزيات اللي بياخدها من على المذبح، استجابة لصلواته، مين دي اللي يدركها؟ لا يدركها إلا الله وحده. عشان كده يقول لنا العاملان مع الله. ربنا فاتح ذراعيه ويقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين. لما زرته في يوم العيد وكان مش قادر يتكلم، ولكن أنا واقف أمامه بيرفع إيديه لعله كان يقول لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذلك لي اشتهى أن أنطلق. بعد كام ساعة ربنا استجاب لاشتهاء قلبه وانطلق وترك هذا الجسد الترابي لكي ما يتنعم بالسمائيين، يتنعم بحضن المسيح المفتوح اللي تعب من أجله سنين طويلة. أما الصديق وإن تعجله الموت يستقر في الراحة. عشان كده نقول له سلام لروحك الطاهرة، سلام لقلبك الطيب، سلام لوداعتك، سلام لبساطتك التي أوصلتك إلى هذه إلى هذا المقدار. هو عبر، وعبر من بحر هذا العالم. علشان كده نقول له يا أبونا سربمون كما أن الرب أعانك وتركت هذه الأرض بكل آلامها واشتهيت من قلبك المجد السماوي، اطلب عنا لكي ما يكون عندنا هذا الاشتياق أن نعبر من هذا العالم بسلام، أن نعبر من هذا العالم بخلاص نفوسنا لكي ما نتمجد بهذا المجد. نطلب من فم أبونا المبارك أبينا الأسقف الأنبا يوساب، أسقفنا المبارك، من فمه التعزية. وطبعا نيافه الأسقف الأنبا يوساب احتضن أبونا سربمون ورعاه رعاية كاملة غير منقوصة، اداله كل الاهتمام وأعطى كل الاهتمام لأسرته وأولاده، نشكره. ودي طبيعته، وده اللي هو بيعمله مع كل أحد، قلب منفتح على أولاده، يخدمهم ويرعاهم ويسأل عنهم. نطلب من فمه التعزية لقدس أبونا عبد المسيح السرياني، وأيضا أبونا يشوع، وأيضا أولاده ميخا ومريم، وأيضا التعزية لإخواته في الكنيسة، الآباء الموقرين اللي تعبوا واللي يعني بذلوا قصارى جهدهم وهم بيحتفلوا بوداعه وتشييعه إلى المقر الأخير. وشفتوا قد إيه المجهود اللي بيبذلوه إخواته في الكنيسة، لأنه هو إنسان محب ومحبوب، إنسان محب ومحبوب. نطلب التعزية لجميع الشعب أيضا اللي يحب هذا البار، اللي أعتقد أنه ما فيش حد في الكنيسة ما تخدمش من أبونا سربمون. كل واحد كان ليه طلبة، ليه سؤال، ليه مشورة، ليه خدم الكل وتباسط مع الكل، كان وديعا وكان بسيطا وكان محبا.
نطلب له نياحا وراحة في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نشكر أحبائي قناة ميساد، قناة القناة القبطية اللي بقيادة أبينا الأسقف المكرم الأنبا أرميا، اللي بيتعب في هذه القناة علشان تبث العظات والتسجيلات والألحان والحاجات التعليمية في كل مكان في العالم. نشكره على هذا المجهود ونقول له ربنا معاك، ربنا يزيدك من نعمته ومن حكمته أكثر، لكي ما يكون انتشار لهذه القناة أكثر وأكثر لمجد ربنا. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.